بكفينا هويه اللجوء ان كان سوري ولا فلسطيني ولا اي وثيقه، بكفي على وثيقه خاصه باللاجئين الفلسطينيين، هاي بس بتكفي اني مش مصطوبه اني مش فلسطيني، لا فلسطيني وعلى راس السطح. مكتوب عجبينك بطل يا ساكن الزنازين، مهما جرى ومهما حصل كله في دا فلسطين. العملة فلسطيني وما عملة لبنانية من سنة 25، وما عملة مصرية وما عملة صينية، وهي نص طرنج لبناني من سنة 40، ونص قرش لبناني العذراء مريم عليها السلام. أرنستو تشي جيفارا، ورجيك الجامع هون، ورجيك الصليب. أنا شو ذنبي إذا كان جنسيتي الأصل فلسطيني موليد بيروت؟ شو هالجريمة اللي عملها؟ لأنه أنا باعتبار حسب القانون اللبناني أنا بعتبر أجنبي، إيه مش مواطن لبناني. أنا بتشرف أن يكون لبناني، ما أنا لبناني. لأنا من وين؟ مواليد بيروت، أمي لبنانية، ستي أمي بي وأم بي لبنانية، ومرتي لبنانية، هاي لي هلا 52 سنة مجوز لبنانية، مش سنتين وثلاثة، 52 سنة. طبعا أنا حقي مهدور هون بالبلد، هذا يعني شيء بيألمني أنا، بما أني أنا خلقت وعشت وربيت عمري هون. أنا فلسطيني من فلسطين، لا تقول ليش من أي بلد، فلسطين من الشمال للجنوب، من البر للبحر. أنا من نابلس، منطقة نابلس وبس. وبعدين عشتنا بالمخيم، يا أبرم بالزواريب حبيبي، الرجرات المسكرة، شو بدك، ريحة المسك والعنبرطة، فايحة بتفيح بالبلاد. بعدين بكفيك هيك، قول كهرباء هي مشكلة الدولة كلها، غير الفقر وغير التعتير. وقيت اللحمة بعشرين ألف، بدي أروح أطبخ ملوخية، راح جبت وقيت كنا نحط نص كيلو على كل يعني ملوخية، خمس كيلو ملوخية مع وقيت لحمة. اللاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات صعب أنه نلاقي فرص عمل، لأنه أنت بتعرف بقانون العمل اللبناني شوي مدققين علينا أو شوي حارميننا من كذا مهنة كبيرة. أنت بتعرف مثلا 70 مهنة ممنوع يزولها الفلسطيني، منها الهندسة، منها الطبابة، منها المحاماة. يعني الفلسطيني شو بيشتغل هون؟ بيشتغل، قد يكون بيشتغل دهان، حداد، بطون، كيف على النجار بطون. وهلا خاصة بهالوضع اللي صار أصلا بلبنان، هو صار لبناني أصلا مش عم يلاقي شغل حتى يلاقي الفلسطيني شغل. أجنبي بحق له يتملك، بس لاجئ لا. اللاجئ بحق له يشتغل، الأجنبي لا. فناس بيقولوا بس بدك تقدم على الشغل بيقول لك أنت أجنبي، بس تروح تشتري بيت لا، بطلت أجنبي صرت لاجئ. على زعم إنه إذا واحد تملك مثلا أرض أو شقة أو صار وضعه مرحرح نسي فلسطين، ديسة فلسطين، هذا الكلام منه صحيح. منه صحيح لأنه أنا بعرف ناس صار لي 50 سنة 60 سنة بأمريكا وعندي الوطنية وعندي الثورية وبدي فلسطين قبلي وقبل فلان وقبل علان، رغم أنه يكون هو عنده يملك من الملايين من الدولارات. طيب شو منساوي؟ هي عم تعمل تشتغل بتقوي حالها، وكل دول العالم سنت مالياً وعسكرياً يتهبط عندها بيني بعمره لعشرة. نحن من ورا جوعنا منصمد حق بارودة، طيب اتدمرت ما حدا بيعطينا غيره. قضية الفلسطيني بناء وعلم، بناء وعلم يا خي، أساس الأساس الأساس البناء والعلم، ويطلع أولادنا متعلمين أصحاب صناعات. هالصناعات بتدل المصاري، بتدل عن القوة، بتدل عن العلم، التطور. إحنا المخيم له ميزة خاصة والله. بقى أنا طلعت ونقلت بخلدة، ساكنة بخلدة، بس إلي بيت هون، بترك خلدة وباجي لهون. بكفي هي، أنا شايف مش تقعد هيك النسوة، بمرق بعد شوي بالصيدلية اللي رايحة واللي جايبت، مرق كيفك حجي، نحن بنقعد بنتسلى في هون. هون حياتنا اجتماعية غير، خاصة إحنا هون الفلسطينيين معودين على الألفة وعلى المحبة، الأجر، الفرح، الكره، الحزن، كلياتهم نشترك فيه، منشارك فيه بعضنا. خالتي بعد الأب الفلسطينية اللي طلعت عنا بالداخل، عرفنا أنه عنا زلام وخلصت. يعني صار وقتها، يعني من الأول لازم كيف عم نقاوم، اللي فينا عم نعمله، بنطلع مظاهرات، نحط تبرعات.
احنا اللي طالع بايدنا انه بس نكون عم نساندهم، عم نصرخ عن طريق حناجرنا، عم نحارب عن طريق السوشيال ميديا، الفيسبوك، كل واحد حسب قدرته، حتى نخفف عن حالنا انه احنا مش قادرين نعمل شيء، مش قادرين نوصل عندكم، مش قادرين نساعدكم. وخلص الشعب قام ما عاد يهدى، بركان وفجر ما رح يهدى خالتي أبدا. اليوم النفير الفلسطيني العالمي العام، عشان اليوم الصهاينة عاملين يوم العلم وبدهم يطلعوا ويجوا على القدس بالأعلام تاعيتهم، فنحن منقول لهم لا أنتوا ولا أعلامكم، وضد اللي أنتوا عم تعملوه، ضد الاستيطان، ضد الهجمة على القدس، ضد الهجمة على الشيخ جراح. ما تفكر لو أنه نحن ممكن عدة تنظيمات نحن، بس نحن إجمالاً فلسطين بتوحدنا، نحن دم واحد وكل ضحى والكل قدم، بس كانت غرفة مشتركة، فلا بديل عن فلسطين. إذا أنا مثلاً ما حارجع فلسطين، بس ابني حيرجع فلسطين، إذا مش ابني حيرجع فلسطين، ابن ابني حيرجع فلسطين.